قال لك واحد فين يوم مع صاحبه فين يوم في الشومبره مريحين ايوا تحرقت لامبا قال له نوض تا قال له والله ما نوض نوض تا قال له غير نوض فنيانين بزيز في زوج فنيانين بالسيف ناض واحد كي ناض واحد قال له انا غادي نطلعك هنا ونبدلوا اللومبا قال له صحه كي طلعها هنايا قاعد يقارع قال شك تقارع قال نحاول قال لي قارع باش الضربيه باش نحلها السلام عليكم كيما راكم تشوفوا هنايا البرد و يقتل عبالي ما كنتش تحسوا البرد بصح رانا هنايا في الجبل انا نحوسوا على عباد دوك نهبطوا لهم حومه بحومه دار بدار ولاية تلمسان نجيبوا لكم دي بلاك تبعونا حكيت لك حكاية اون فرونسي بون قال لك واحد من العاصمة هنايا واحد السيد كاين دير بزاف مخالفات لي كوفرون ماشي مخالفات لا في الطريق تما لي في البار الطريق يدير لي كوفرون ماشي لي كوفر مخالفات هذا قال لك واحد السيد بغا يدير البيرمي باش دارها مسكين دوسي دراهم الى نكره واحد لانجينيير طاح في واحد لانجينيير مديكوتي طلع معاه كان في السيركوي صاي فوت الكوت فوت كليرو في السيركوي طلع معاه ريح حداه قال لك تمشى تلقى واحد ميت شادين له قال له بيان سي نرفده قال له هو الثلاثة الجاية ولي مشى السيمانة الجاية عاود ولا يتمشوا ثاني قال له تلقى واحد ميت هنا ترفده ولا تخليه قال له الخطة اللي فات قلت لك نرفده صاي غادي نخليه قال له هو الثلاثة الجاية ولي كي عاود لسيمانة أخرى ولا قال تلقى واحد ميت ترفده ولا تخليه قال له الثلاثة الجاية ولي أرض الجزائر يا أمنا قولوا منك في قلبي كل المنى قلبها ويدرب شكرا طلع لي خويا لا كاميرا برد السلام عليكم سلام. قال لك خطرة واحد وصل واحد دور قال له فاش قال لي جيتهم أبي مخالفة كوفر شغل زعما بيك لي بروسي لا لي بروسي يحكموني بزاف لي بروسي لي بروسي بروسي سنانو شو قال لك واحد النهارات واحد راح يشري عند مولا الحانوت قال لك كاين شي 900 درهم وقال هو قال له شعالي ديال لمضاي انا شنقول لكم الحياه تاع بكري واه هذا الوقت اللي رانا فيه حياه دانجي الا واش بهم دراري هادو المسخره هادو ولا راهم جايين كي والو خبش خشمي خمس خمسات قال لهم تري قال له كيعودوا زوج شجرات شنو يسموهم قال لهم تو تريز قال له كيعودوا ثلاثه قال لهم ثري تريز قال له كي تعود غابه قال لهم طر جات واحده انا نبيع ثلاثه مطالح والسم خايد بسومين قالت لي ولدي ما تنقص لي والو نقصت لها فرده تاع مخده واحده الاستاذه طلبت من التلميذ يكونجيكي لها الفيرب ديرو بريزون بقى مهمه ما عرفش با عاوناته هي قالت له جودي كملوا فندردي سامدي ديمونش لندي ماردي لمداي مخالفة بالعربية يا كوفرون تسمع هذا يحط بالون يدير كوفرون في الطريق لا بصح كيحكي بالبوليس يقول لك عندك مخالفة يتاع صح يدير لك مخالفة انتك في الطريق وتلعب بالبالون لا مش هذاك مش بون قال لك واحد شرا اديداس تاع الضو بغا يلبسها طفى كونتر قال لك بلي زوج قرانيط داروا لهم مسابقه قالوا لهم بلي غادي ندخلوكم تحت الماء اللي يخرج الاول يخلص فطور على اخو حد الان مازال ما خرجوش نكته تاع ضحكه فيها عبره ان شاء الله كاين خطره واحد من الاكل تخم
واحد كان يجي مارترا يجري قال لي كانوا راكبين في التران قاعد يشوفوا فيه ويضحكوا. قال اخويا تجري كتلنا بالضحك. قال انا قلتلكم بالخلعه انا هو الشوفير. قال لك واحد الخطره واحد عور ومرته عوره. قال لها خطره زين منكم مع صاحبي ما تحط ليش فطور. اي زاد زياد حط لها فطور سفته زوج. اي عاود ردت الفطور. اي راح لها قال على ما حطيتيش فطور. قال كنت مع صاحبي. قال عندك زهره كيما اختك. وهذا الدجاجة كانت فوق التطوار رفدو هزو الشاشرة. الدجاجة كانت فوق التطوار؟ وا فوق من؟ فوق التطوار. التطوار؟ خطوار. قال لك واحد النهار واحد مشي شباب جوج معاه دا مشي شابون ولد شباب سماه سي بافري. واحد راح يشري ان لي بور دورمير. قال له اعطيني ان غران لي لارج. قال له بصح مسيو فو زيت با غرو بور دوموندي ان غرو لي. Allô, non, c'est pas par rapport à moi. C'est juste que je dors trop. Oh, si, avec tous mes sentiments, mais. Halle, petit ha! Je suis mort d'agde. 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 بكري في وقت لي كولون كاع في وقت الاستعمار واحد انا الجيريان خون واحد كان يخدم عنده ان فرونسي ان بينوار ايا خون له ايا ربطه في الفلاشاغيت تاعها هكا في مول العواد وقعد يجرجر فيه في الارض ايا فاتوا على واحد عربي شفه قال له هذا علاك داير له هكا علاك تعذب فيه قال له خون لي قال له نقول لك حنايا من يخونونا شي يديروا واش يديروا لهم قال له من يا اخوان قطعوا له يد الا عاود اخوان قطعوا له لوطخومه اي الاخر اللي كان يجر فيه قال له جرجر ما ديرش عليه واحد فنيان قالت له امه هنا تخدم ولا باه قاعد يزقع عليك قال له انا تخدم قالها راني عيان ولا لا شك من هكا شوفوا ليك احكم ايوا حكايتك حكايه صح رمضانكم ميا حكايتك حكايه حكايتك حكايه من دائره مجدل ولايه المسيله ورمضانكم طيب مبارك وربي وفقنا واياكم اللي فيها الخير والصلاح حكايتك حكايه حكايتك والله لا حكايه صح رمضانكم اتو لي الجزائريين تتمنى رمضان كريم الى كل الجزائريين اتو لي مسلمون دون لو موند انتيه والى جميع مسلمي العالم Je vous souhaite un très très bon carême, encore une fois, avec Hkaitek Hkaya. Je vous souhaite un ramadan jamil et jayid jiddan avec Hkaitek Hkaya. Au revoir. Et la liqa. Thanks again.